للأسف يا أستاذ ياسين مش هينفع تاخد زياد. يعني إيه يا فندم مش هينفع أخده؟ أنا مقدم لستك شهادة ميلاد بتقول إن هو ابني. إحنا متأكدين إن الشهادة اللي باسمك مش مزورة، بس الشهادة التانية كمان مش مزورة، وده معناه إن إحنا هنضطر نستنى لما المحكمة تحسم القضيتين، قضية النسب وقضية الجنسية. طيب يعني ولحد ما المحكمة تحكم مصير زياد هيكون إيه؟ هيتم إيداعه في دار من دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. ليه يا فندم؟ حرام، حرام نعمل في زياد كده. هو عمل ايه يا فندم؟ ملوش ذنب، حرام كده والله. هو ده القانون، احنا بنحميه وبنحافظ عليه لحد ما نعرف مين هو ابوه بالظبط. يا فندم ارجوك ابوس ايدك عشان خاطري. طب بلاش عشان خاطري، انا عشان خاطره، عشان خاطر ربنا. لو سمحت يا فندم سيبني اخده معايا البيت، سيبني اخده معايا البيت وانا مسؤول عنه. لو حصل اي حاجه انا المسؤول، احبسوني انا. اقول لحضرتك حاجه؟ سيبنا نروح البيت وحطونا تحت المراقبه، والله العظيم ما هنتحرك. ابوس ايدك يا فندم. للأسف ده قرار ملوش بديل. وبعدين ما تقلقش، زياد هيبقى في أمان طول ما هو في دار الرعاية. بابي. أيوة حبيبي. هما مش عارفين مين بابي، قول لهم إنك بابي عشان نروح، أنا مش عايزة أقعد هنا بليز، ما تسيبنيش. ما تخافش. أنا مش هسيبك. مش هسيبك خالص، والله العظيم ما هسيبك.